إذن هذه تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، حلقة الأهلي الليلة نهاية الأسبوع ومستمرون معكم في فقرتنا وفي لقائنا المهم حول لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. العد التنازلي بدأ واقتربت ساعة التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، هذه اللائحة التي أعدها أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي والمجتمع الأهلاوي، وشهدت حراك غير مسبوق وفريد من نوعه بمشاركة الحقيقة من كل أطياف المجتمع الأهلاوي ورموز هذا المجتمع الذين يشار إليهم بالبنان. ماذا عن الجديد بشأن الاستعداد للتصويت؟ أعضاء الجمعية العمومية الذين أبدوا سعادة غامرة الآن بعد أن تم تعديل الكثير من النصوص والمواد وباتت اللائحة يعني عليها إجماع كامل أو نقل شبه إجماع، لأنه لا شيء بشري عليه إجماع، لكن الحقيقة أنه حجم الجهد اللي بذل في إعداد هذه اللائحة يستحق أن يعني نقدر له ونكبر له احتراما وتقديرا، وبات علينا كأعضاء جمعية عمومية أن نقول القول الفصل يوم 28 سبتمبر إن شاء الله. النهاردة عندنا لقاء مختلف ومتميز، لأنه مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن، الشباب اللي بيتوسم فيهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة كل الخير وبيدهم لقيادة المستقبل في النادي الأهلي، مؤهلين ومتسلحين بالعلم، عشان كده كان قراره واختياره على قيمته الانتخابية، ثم الحقيقة أوكل لي العديد من الملفات في هذا المجلس. ضيفي هو الصديق العزيز المهندس محمد سراج، أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ شريف، وسعيد بوجودي مع حضرتك وعلى قناة النادي الأهلي. برحب بيك وبشكرك ومتابع كل خطواتك ونجاحاتك وتمثيلك المشرف للنادي، وفخور شأن كل الأهلوية بأنه عندنا أعضاء مجلس إدارة الحقيقة يعني حاجة تشرف زي ما بنقول يعني. حضرتك اصغر عضو الى كابتن محمود الخطيب اكبر الاعضاء سنا او اكبر المجلس سنا يعني. لا الحمد لله، الحقيقه يعني الشرف ده يمكن لينا احنا كاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وكشباب موجودين في مجلس اداره النادي الاهلي، الشرف ده يمكن لينا احنا اكتر ما هو يعني للنادي. طيب قول لي، هو انت قائمه الكابتن محمود الخطيب زي عينه جابتك ازاي؟ دايما بشوفه بيشيد بيك كده. لا وكابتن طبعا الحمد لله، الكابتن يمكن يعني بيبقى عنده يعني الحمد لله نظره يمكن كويسه في سواء في خطه العمل اللي هو بيشتغل بيها او في مجموعه العمل اللي هو بيبقى محتاجها حواليه، بيبقى متأني جدا يمكن في الاختيارات، فده يمكن جه ما كانش وليد يعني الفتره بتاعت الانتخابات، بس يعني يمكن احنا في من فتره كبيره يعني انا اعرف الكابتن و اتقابلنا في اكتر من مناسبه يعني اتكلمنا مع بعض في اكتر من حاجه تخص النادي، ف يعني هو طبعا كان اختياره اكيد شرف كبير يعني الحمد لله. طيب عايز قبل ما اتكلم عن اللائحه، انت كان لك حضور كبير ومشاركه واسهامات وحتى اجتماعات اللجنه المركزيه اللي بنشرف يعني بالانضمام ليها او بعضويتها، كنت حريص معظم ورش العمل حضرتها دكتور محمد، خاصه الجانب الاقتصادي منها، فاكر يوم الدكتور فاروق العقده والاستاذ محمد نجيب والقامات الاقتصاديه اللي كانت موجوده، ورشه هامه جدا. واضح ان انت مهتم شويه بالجانب الاستثماري في هذه اللائحه. تمام. شايف ازاي الحاله اللي تمت دي وصولا الى عمليه التصويت عليها يوم والله يا استاذ شريف احنا يعني زي ما قلت لك من شويه ان احنا يعني الحمد لله بنتشرف وسعداء ان احنا موجودين في النادي الاهلي وبنخدم النادي الاهلي وبنمثله. انا كنت برضو سعيد جدا بالحاله اللي حصلت من اللائحه الحقيقه. ويعني يمكن بالنسبه لي كنا طبعا في البدايه واحنا بنحضر للموضوع ده متفائلين وكل حاجه، بس يعني حسيت ان الحاله اللي حصلت دي يعني كانت افضل كمان من الواحد توقعه يعني. يعني الحمد لله مشيت بشكل منظم، مشيت بشكل قوي جدا، كانت مترتبه برضو زي ما قلت من شويه ان احنا بنشتغل بخطه عمل دايما وبمواعيد زمنيه واوقات زمنيه، وكنا شغالين بخطه عمل محدد فيها كل حاجه. حاله بيصنعها النادي الاهلي كعادته، يعني احنا النادي الاهلي دايما هو فريق يعني دايما بقى ليه رائد وليه الرياده ودايما بيعمل البدايات، يعني يمكن دي كانت اول نادي في مصر صحيح يعمل لائحه ويفتح الباب المناقشه ويفتحها للناس وكله يتناقش فيها وكله يتحاور فيها، لان في الاخر انت مش بس يعني بتعمل ده، انت مش بتعمله عشان ترضي الناس، لا انت بتعمله عشان انت هدفك ان اللائحه دي توصل لاحسن صيغه
صحيح. وافضل شكل ممكن، لان دي اللي هترسم، دايما بقول دي مش هترسم مستقبل مجالس ادارات الاهلي، لا دي بترسم مستقبل النادي الاهلي. فبالتالي عشان ترسم مستقبل النادي الاهلي لازم يشارك فيها جميع الاطياف وجميع الفئات وجميع محبي وممثلي واعضاء النادي الاهلي. فده يمكن كان الهدف من الاول، والنادي الاهلي فتح المجال ده من البدايه للاعضاء اولا عن طريق قدموا مقترحاتهم. طبعا يعني احنا عندنا النسخه القديمه اللي كانت 12/8 بدات، اتوزعت ب 20,000 نسخه، الناس شاركت بقوه جدا كعادتهم يعني في المشاركه المجتمعيه والمشاركه الرياضيه فيما يهم وفيما يفيد النادي الاهلي كاعضاء الاهلي. الناس بدات تبعت مقترحاتها على الايميل، بداوا يبعتوا من على البوسز اللي كانت معموله في النادي في الجزيره ومدينه نصر الشيخ زايد عن طريق الشباب اللي كانوا موجودين ومشاركين السكرتاريه. فالحمد لله جانا اكتر من 3500 مقترح. هايل. 3500 مقترح، واحنا بدانا بقى الفكره ان احنا كمان يعني مش بس خدنا ده، لا احنا كمان فتحنا المجال زي ما حضرتك تفضلت وقلت لورش عمل لمختلف الاطياف. كان عندنا اقتصاديين، احنا بنذيع يعني صور من ورش عمل واحنا بنتكلم مع حضرتك طبعا، سواء للرياضيين للاعلاميين لرموز النادي شخصيات عامه للشباب كمان انت حضرتها للشباب كنت حضرها انا وكان موظفين والعاملين في النادي استاذ محمد الجرحي حضرناها وموظفين والعمال وفي الاشتراكات والماليه كل حاجه يمكن ما اتسابتش، سمعنا للجميع وفي الاخر عملنا اللقاءات المفتوحه اللي كنت طبعا حضرتك يعني حضرتها بلباقه بشكل مشرف كعادتك. والحمد لله برضو يعني عايز اقول احنا فاتحين المجال للجميع، يعني يمكن حضرتك في اللقاءات دي شفت اللي بيطلع بيقول مثلا في بند عجبني وفي ناس طلعت عرضت وعرضت بقوه ومثلا واتكلمت في امور ثانيه. هو ده النادي الاهلي منطلق الحريه والاراء مطروحه للجميع ومفيش مشكله بالظبط، ده اللي احنا عايزين نسمعه ونعرفه. بالتالي كان دايما في زي بقى اللجنه المركزيه للائحه كانت شغاله بصراحه يعني بكل قوه وبكل نشاط يوميا عشان تغطي ده، يعني ما هو في بقى ورا ده في مطبخ شغال، يعني في مطبخ عمل شغال ورا ده، ان انت الاقتراحات دي مش بتجي لك بتبص عليها وخلاص، لا دي بتجي لك بتدرسها اقتراح اقتراح وبتشوف ايه اللي هيفيد وايه واللي عليه الاستاذ شريف اللي بيبقى عليه اغلبيه الاتفاق، يعني اللي مثلا بيخص 70% او 75% من المواد الناس متفقه عليها بيتعدل او بيتغير. يعني ده كان بيحصل على طول. فالحمد لله يعني، وده برضه عايزين في الاخر نشكر اتفضل يعني اللجنه طبعا اللي كانت يعني مشاركه الاعداد من البدايه طبعا شكلت لجنه من مجلس الاداره كانت طبعا فيها نائب رئيس النادي الوزير عمرو فاروق وكان فيها استاذ ابراهيم الكفراوي وكان فيها استاذ طارق قنديل واستاذ محمد الجرحي، هم كانوا موجودين الاربعه في اللجنه، وكان طبعا بيرأس اللجنه المستشار محمود فهمي اللي عايزين نشكره جدا على راجل يعني محب للنادي الاهلي بشكل كبير راجل حقيقه، هو كل المستشارين اللي كانوا معاه سواء المستشار احمد حسان المستشار اسامه قنديل المستشار علاء قنديل الناس كلها اشتغلت بحب النادي الاهلي صحيح. اشتغلت من قلبها ما كانتش مستنيه مقابل ما كانتش مستنيه حاجه، عشان كده المنتج طلع يعني شيء مخلص ورائع وعظيم وباقل الملاحظات الممكنه ان صح التعبير بالظبط. الحمد لله لانه في هذا ما احنا قلنا سمعنا للجميع وده اللي احنا عايزينه، وكان في اخلاص من الناس اللي شغاله في اللجنه او الناس اللي شغاله كمستشارين قانونيين اخلاص قوي جدا كحب للنادي الاهلي وكحب لعملهم. فالحمد لله طلع في النهايه، يمكن النهارده انا يعني بتصادف ان معاك ان اللائحه هي النهارده يمكن اتنشرت يعني في النادي اتعلقت عشان اعضاء اداره الروح ونزلت على الموقع الرسمي يمكن وان شاء الله بقى نقتنيها كل حد ياخد نسخه قريبا ان شاء الله باذن الله يعني تبدا بقى ان شاء الله هتبقى في مجلد زي القديمه كده بس يعني طبعا بشكل مختلف شويه عشان ما يبقاش فيه لخبطه يعني وهتبدا ان هي يبقى في حوالي 30,000 نسخه يتوزعوا على جميع الاعضاء بقى، وان شاء الله يعني دي الصياغه والصيغه النهائيه بعد يعني استشاره الجميع وحتى اللجنه الاولمبيه ووزاره الرياضه وكل الخبرات القانونيه اعضاء مجلس الاداره سابقين رؤساء النادي كابتن احمد خطيب كان حريص الحقيقه على استطلاع كل الاراء يعني الحقيقه عمل فيها شغل قوي وهو يعني ده اللي بيليق بالنادي الاهلي يعني هو ده يعني اللي احنا تعودنا عليه في النادي الاهلي احنا من اول يوم جينا يمكن مع الكابتن هو حاطط السيستم ان احنا النادي الاهلي هو رقم واحد شغلنا فيه لازم يبقى باتقان باخلاص يعني ما نقولش يا ريتنا كنا عملنا كذا او يعني خلاص احنا بنعمل اللي علينا
وبنترك بقى ان شاء الله يوم ال 28 للاعضاء وللناس يقولوا كلمتهم ورايهم، وان شاء الله يكون في مصلحه النادي ده. راضي عن الصيغه النهائيه وحاله التوافق اللي على اللائحه بعد التعديلات والحذف والاضافه والصيغه النهائيه يا باشمهندس محمد؟ الحقيقه يعني الحمد لله راضي بشكل كبير، لانه هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا يمكن لو قسنا الوقت اللي هو ما بعد يعني 12/8 والحاله اللي كانت موجوده، وجينا مثلا قسنا الحاله من يومين او ثلاثه، هتلاقي في اختلاف 180 درجه. يعني الحمد لله، يعني الناس في الاول كانت لا، وفي هنا بنود مواد يعني عليها زي ما تقول مثلا ظلم للعضو، وفي مواد تانية مش عجبانه، وفي صياغه لغويه مش مظبوطه، وفي حاجات في تشكيل مجلس الاداره، كل ده اتنظر فيه. كل ده تم علاجه. يعني احنا عندنا النهارده في 53 ماده، في 36 ماده اتعدلت، في 12 ماده اتحذفوا تماما، وفي 5 مواد اضيفت. عظيم. فكل ده بناء على ال 3500 مقترح من مختلف الاطياف ومختلف الاعضاء. وصل في الاخر اللي انا بقول لحضرتك ان انا لامسه دلوقتي واحنا في النادي، اللي بسمعه من الاعضاء غير من شهر فات. الحاله اتغيرت الحمد لله بشكل كبير، الناس بقت راضيه اكتر، ويعني انت في النهايه برضو عمرك ما هتوصل لرضا كامل، يعني مفيش حاجه في الدنيا هي بشكل عام رضا الناس غايه لا تدرك. واي منتج بشري بالتاكيد ما بقاش عليه توافق، لكن انت عندك شبه توافق، وده شيء جميل. الحمد لله. اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي اعدوا هذه اللائحه بنفسهم وبايديهم، وبالتالي هم الان مطالبين بان هم ينتصروا لهذه اللائحه او يقرروا ازاي تحكمهم خلال السنوات المقبله، لانه البديل هو ان نسير باللائحه الاسترشاديه. والغريب وحضرتك تصحح لي دكتور محمد سراج، انه اللائحه الاسترشاديه بتنتقص من حق الجمعيه العموميه، وربما تعطي ميزات اكثر لمجلس الاداره وتسيير الامور. مظبوط. اما لائحه النادي الاهلي فهي تعظم جدا من دور الجمعيه العموميه، ومجلس الاداره الزم نفسه بقليل من الصلاحيات. بالظبط. احنا حتى كل حاجه بقينا يعني بنرجع في الاخر للجمعيه العموميه، تعظيم دور الجمعيه العموميه. يعني احنا حتى في المواضيع اللي مثلا بتخص العضويه واسقاط العضويه وخلافه، ده لازم يكون من خلال يعني بعد موافقه ثلثي المجلس لازم يتعرض على الجمعيه العموميه ويتم اعتماده واقراره من الجمعيه العموميه. اي تعديل اي بنود في اللائحه لازم هنرجع للجمعيه العموميه. في الاستثمار احنا بتيجي تنشا اي شركه، لو عايز تعدل في النسب اللي تخص النادي الاهلي او الشركاء اللي داخلين مع النادي الاهلي، ده مع الجمعيه العموميه. فانت في النهايه انت عظمت دور الجمعيه بشكل كبير، لان هو ده يعني المصدر القوه والثقه لدى النادي الاهلي ولدى جماهير النادي، الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. فده ده كان الهدف منها. وفي النهايه برضو احنا عندنا حاجات كتير، يعني احنا مثلا البند زي العضويه، احنا قبل كده فيما سبق حتى في اللائحه في حاله رضا الحقيقه بين اعضاء الجمعيه العموميه عن صياغه المواد الخاصه بالعضويه بشكل كبير جدا جدا. وظروف الزوجه والزوج والارمله والمطلق والاولاد، الحقيقه يعني قفلت وسدت ثغرات كثيره جدا. ويمكن كان مع حضرتك استاذ طارق قنديلي الاسبوع اللي فات واستفاض فيها بشكل كبير. صحيح. لكن احنا يمكن اهم حاجه فيها، احنا زي برضو ما في بدايه ما جينا وقلنا ان احنا تعظيم دور المراه وتعظيم دور الشباب، عايزين نقول ان ده بيحصل مش بس في شغل المجلس الإدارة، لا ده بيحصل برضو حتى فيما ينعكس عليه في اللائحة. بمعنى ايه؟ ان احنا في العضوية كان في انتقاص كبير من حق المرأة او حق السيدة في بعض المواد التي تخص هي مادة العضوية، سواء في اللائحة الاسترشادية او في اللوائح السابقة للنادي. يعني كان على سبيل المثال كان مادة انا كنت بستغربها جدا، يعني حتة ان يبقى مثلا في عضوة واخدة العضوية من والدها، عضوية تابعة من يعني والدها. عضو اساسي، عضو وتزوجت مثلا، وتزوجت فهي طبعا حصل انفصال بعد ما اعطت لزوجها العضويه واصبح هو عضو عامل وهي عضو عامل واحد. بالظبط. حصل خدت العضويه بعد كده من جوزها. لو حصل مثلا انفصال وهو فصلها من العضويه، ما بتقدرش ترجع للنادي تاني غير لما بتسدد كامل الاشتراك. فده طبعا كان ده شيء في ظلم طبعا، لان هي اللي مدخله النادي. فدي حاجه، لا انت خليت دلوقتي ان هي ترجع تاني، يعني عضويتها ترجع تاني على والدها زي ما كانت بدون اي رسوم وبدون اي شيء. طبعا. برضو نفس الشيء على حتى لو هي ما كانش عندها عضويه من الاول، على المطلقه والارمله او اللي ليها ابناء،
يعني برضو كانت حاجه غير منطقيه ان ابنها يبقى واخد العضويه من والده وهي تتفصل مثلا يبقى ابنها عنده 5 6 سنين يخش النادي وهي مش عارفه تروح معاه. حاجه مش منطقيه. فانت برضو ده يعني وكانت بتدي فتره 3 سنين عشان ترجع عضويتها تاني. دلوقتي احنا فتحنا المده خالص ما بقتش يعني فده كله حفاظ مكاسب وحفاظ على مكتسب طبعا. ده كان مختلف يعني وده مختلف كمان عن اللائحه الاسترشاديه. ف الغريب ان البعض بيحاول اثاره الفتنه يقول لك ايه ده هم بيحسبوا مدينه نصر فرع رغم ان الصياغه اللي اتت في اللائحه فيما يتعلق بالعضو الاصلي اللي هو عضو الجزيره ومدينه نصر والعضو العامل اللي بيستكمل التزاماته الماديه في الشيخ زايد والتعامل مع مدينه نصر كالجزيره اكثر من رائعه باشمهندس محمد. يعني فعلا اللي بيصطادوا في المايه العكره مش عايزين يدوا فرصه انه النادي يطلع بهذه اللائحه الى النور ويستكمل هذا النجاح اللي تحقق من خلال الحوار المجتمعي. بالظبط يا استاذ شريف. ودي حاجه يعني احنا مش هنروح بعيد. احنا كنا في ندوه او في لقاء المفتوح مع الاعضاء في مدينه نصر كان يوم جمعه وسمعنا الجميع الاراء وجميع الناس وكان في المعترض على بعض الحاجات وكان الناس كلها سمعناها بمنتهى. والكابتن يمكن ساعتها وعد الناس وقال ما فيش مش هيتفتح اي عضويات ده المجلس الحالي فرق. وقف ضد يعني قرار اللائحه الاسترشاديه بتعمل مع كل الفروع كفروع منهم مدينه نصر. بالظبط. وكان في موافقه من الجهه الاداريه في عهد المجلس السابق له كل الاحترام انه ممكن اذا اردت انك تزود مواردك الماليه تاخد عضويات. كانوا موافقين على 500 عضويه في مدينه نصر بحيث انه يدخل بس مدينه نصر بمبلغ اقل. صح. وما يرتادش الجزيره وما يكونش عضو عام. فالحقيقه المجلس بقياده الكابتن محمود الخطيب رافض هذا المبدا طبعًا تماما طبعًا. وأمن وحصن ده في اللائحه لائحه النظام الاساسي حتى لا نعطي الفرصه حتى لاي مجلس قادم انه يفكر هذا التفكير. بالظبط. وقال له مدينه نصر مكتظ، مدينه نصر شانه شان الجزيره، مدينه نصر وهو له مركز قانوني. العضو في استاذ شريف مدينه نصر هو الحق العضو في الجزيره. انت بالزبط. يعني نفس الحقوق بالظبط ونفس يعني كل حاجه بتنص على الجزيره هي بتنص برضو على طبعًا. مدينه نصر ده وفق القانون احنا ما نقدرش نخالف ده ولا هنغير ده. تمام. وحتى احنا قلنا يعني في يوم من الايام لو تعذر اقامه الانتخابات في الجزيره لاي سبب بالظبط فاحنا يعني ما اعتقدش ان في حاجه يعني فيها تفرقه وفيها واحنا كمان ده وفق يعني احنا لما رحنا او اللجنه راحت للجنه الاولمبيه في اللجنه المركزيه وجم اللجنه الاولمبيه برضه شرفونا المهندس هشام طب والمستشار محمد المرداش شرفونا جدا طبعا. ده انت برضه عايز تقنن كل حاجه انت بتعملها. فده كل اتسال يعني سئلنا حصلنا على فتاوى سالنا الناس كلها فيه وكنا عايزين يعني نعطي اكبر الحقوق للاعضاء النادي الاهلي سواء بقى الجزيره سواء مدينه نصر سواء الشيخ زايد ده يهمنا. لكن مش هينفع نعمل حاجه تبقى مخالفه وحد يجي مثلا بعد كده يطعن او يعمل مشكله يبوظ اللائحه كلها. صحيح. طيب عايز اكلمك عن جانب انت مهتم بيه جدا في مجلس الاداره وكمان في اللائحه البنود الخاصه بالاستثمار. وهنطلق في سؤالي من مؤتمر حضرته مثلت فيه النادي الاهلي كانوا 4 على مستوى العالم موجه لهم بدعم من نادي ريال مدريد في مدريد في اسبانيا عن صناعه كره القدم. بالظبط. قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن بنود الاستثمار في اللائحه ايه موضوع المؤتمر ده وانت عملت ايه في مدريد؟ واعتقد ان احنا معانا جزء من المؤتمر هنشوفه بعد حضرتك ما تقول لنا فلسفه المشاركه يعني. لا خالص. هو طبعا انت عارف الحمد لله اسم النادي الاهلي عالميا اسم قوي جدا وكبير جدا. وده انا لامسه من زمان يعني احنا الواحد بحبه وانتمائه للنادي الاهلي من الطفوله هو دايما بيبقى منفتح على الانديه الاخرى وعلى العالم. او حتى انا سافرت في ريال مدريد عشان ادرس ماجستير الاداره الرياضيه هناك الحمد لله واخدته من هناك. اما كنت بروح هناك في الجامعه الماجستير بتاعك في الاداره الرياضيه يا باشمهندس محمد في اشوف كوادر النادي الاهلي بقى والدكتوراه تبقى في ايه ان شاء الله؟ لا هو انا عامل 2 ماجستير واحده في اداره المشروعات الهندسيه الجامعه الامريكيه وواحده ثانيه اللي هي الاداره الرياضيه من ريال مدريد. لا في الهندسه ان شاء الله الدكتوراه. فيعني فطبعا انا اكيد استفدت منها كتير. بس انا على مدار بقى الثلاث اربع سنين اللي فاتوا لما كنت بدرس وبسافر وبروح وكده قبل ما اكون عضو مجلس اداره في النادي الاهلي لا انا بلمس ده فعلا بقوه. الناس كلها اسم النادي الاهلي قوي جدا بره. الناس يعني انت تبقى فرحان فخور الناس يعني بتتكلم عليه يقولوا عليه ده ريال مدريد افريقيا والناس عارفه ان النادي الاهلي قد ايه كبير وقد ايه نادي بطولات ونادي عظيم. فانت بتبقى نفسك تبني على ده
يعني تمسك الخيط ده وتبني عليه. ويمكن ده برضو كابتن محمود مهتم بيه جدا، وجزء من الملف بتاعنا اللي هو المشاركه بقى العالميه والملف العالمي، ان انت ازاي تاخد خبرات من الانديه الكبيره دي، ازاي تاخد خبرات مش انديه بس، من مؤسسات برضو تعليميه كبيره وبره زي الجامعات الرياضيه، ان انت ممكن في يوم من الايام ان شاء الله تنفذ ده عندك في النادي الاهلي. فيمكن الملف ده يمكن كان الكابتن مسؤول عنه المهندس خالد مرتجي طبعا، وعامل فيه فيجن هايله، وانا موجود الحمد لله معاه في الملف، ومعنا كمان دكتور رانيا موجوده في الملف، كابتن رانيا الوادي طبعا كابتن مدي الملف لينا يعني. والحمد لله بدانا ان احنا يعني نعمل فيه شغل كويس. وكانت الدعوه دي يمكن جايه من حوالي 3 شهور او 4 شهور، شهر 5 كان في مؤتمر كبير في بينظمه ريال مدريد، نادي ريال مدريد اسمه صناعه كره القدم حول العالم، ويمكن في واحد برضه هنتكلم عليه الاسبوع الجاي بنفس المسمى لكن منظم الاتحاد الاسباني بالظبط. وده اللي مجلس الاداره قرر افاد كل من مع حفظ الالقاب حسام غالي محمد فضل امير توفيق لحضور هذا المؤتمر. بالظبط ده برضه جزء كان من الشغل لمجلس الاداره وشغل الملف اللي مكلفين بيه من كابتن محمود، ويمكن انا بالتعاون مع المهندس خالد ودكتور رانيا بدانا نشتغل على الملف ده. ويعني والحمد لله يعني يمكن كان المهندس خالد ليه رؤيه في ان هو يختار مؤتمر بتاع صناعه كره القدم حول العالم في مدريد، واشتغلنا عليه بشكل كبير وخلاص يعني هم يمكن طالعين يوم الاحد ان شاء الله هيشاركوا فيه خلاص هم الثلاثه. لان انت برضو عايز يعني انت الهدف من العالميه ايه؟ مش ان انت بس مثلا تعمل مباراه وديه مع فرق عالميه، لا مش هو ده الهدف فقط، انك تدرس التجارب، تدرس انك تشوف ايه اللي يصلح لتطبيقه في مصر في النادي الاهلي علشان تتقدم بناديك وتضعه في مصاف الانديه العالميه. بالظبط فانت لازم تدرس ده ولازم مش عايشين في جزر منعزله، ده النادي الاهلي بالظبط ولازم تشتغل على ده. فانت تشتغل ازاي؟ ان انت بتبعت الكوادر الاداريه والشبابيه اللي عندك، زي ما امير توفيق ماسك دلوقتي اداره التسويق، شاب هايل جدا ومتميز طبعا جداً. وابن النادي الاهلي وعنده خبرات كبيره في هذا المجال طبعا، زي كابتن فضل زي كابتن حسام لسه في السن اللي هم في الشباب وعايزين هيطلعوا ياخدوا خبرات اداريه تاهلهم اكتر في النادي الاهلي. فده كله يعني ده بيبقى فكرة مجلس الإدارة وبس. فأنا رجوعا طب إيه رأيك تيجي نشوف جزء وبعدين نرجع نكمل مشاركة المهندس محمد سراج في مؤتمر صناعة كرة القدم اللي انعقد في مدريد بدعوة للنادي الأهلي، وكان هو ممثل للنادي الأهلي ضمن أربعة على مستوى العالم الحقيقة في هذا المؤتمر وألقى كلمة. هم نشوف جانب من المؤتمر ونرجع نستكمل هذا الجانب وأهميته وعلاقته بلائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والاستثمارات اللي بيسعى الأهلي إن شاء الله لتحقيقها في المرحلة المقبلة. The next speaker knows well about this because a few years ago, I think it was more or less there, sitting in the third row, a student came to me during the wide week and said, hey, Pedro, I want to share with you a dream. And he used the word dream. You know, they say, no, make it a vision, make it goals. He said dream. So for me, it is great, 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 and a special honor to introduce you to Mohamed Seragheldin. Thank you so much, Mohamed. Thank you. Another the club can offer much more money, but players like have the affiliation towards the Ahli more because of the foundation, the history of the Ahli. It's like a source of pride for many fans in Egypt and many players. Also sharing the economy, it's not a challenge, but I'm expecting in future wise that sharing the economy will happen because teams will begin to have problem at the financial levels. So I think some sort of sharing economy for the facilities, for the training facilities will happen with maybe investor or big team that will share its facilities with other smaller teams to mitigate the recovery cost of training facilities and this. And as well, I'm suggesting like making a historical international tournament. Why not to be done by FIFA or something every 2 years or every 4 years between the biggest teams worldwide, which has a big history, and as well as it has a big, achieved a lot of trophies and awards. So this can, from my point of view, can give some a good benefit and can enrich the historical team. To go more and as well it will make a good social and economical benefit for the federations like the African Federation or Asian Federation. It will make a good benefit on this team. And yes, thank you.
طيب هؤلاء هم سفراء النادي الأهلي الذين يمثلون هذا الكيان العظيم في المحافل الدولية. المهندس محمد سراج متحدثا في مؤتمر صناعة كرة القدم من نظام نادي ريال مدريد. أنا بعتقد وحضرتك تصحح لي أنه المشاركة في مثل هذه المحافل بيكون لها هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو عرض تجربة النادي الأهلي كنادي رائد ويعني كيان كبير له وضعه عالميا، صاحب بطولات وتاريخ عريق، بالإضافة إلى الخبرات اللي حضرتك بتكتسبها والاطلاع على تجارب الآخرين من أجل دراستها وبالتالي مدى تطبيقها أو ملائمتها للواقع عندنا نطبقه. ده مهم جدا، والحمد لله برضو زي ما بقول لحضرتك كان شرف كبير النادي الأهلي برضو يجي له الدعوة دي. احنا كنا بنمثل أفريقيا يعني برضو احنا المؤتمر ده كان فيه 4 قارات، أوروبا وأفريقيا، وكان أوروبا بيمثلها مدير التسويق في الدوري الأسباني، كان أمريكا الجنوبية بيمثلها رئيس رابطة المحترفين في الدوري الأرجنتيني، وكنت أنا عن أفريقيا عن النادي الأهلي طبعا. فدي حاجة أنت كنا بنتكلم على النادي الأهلي كنادي، كتاريخ، كوضع، كمبادئ، كفيجن قدام عايز تعمل إيه، كوجودك في أفريقيا، كتحديات بتقابلك، كل ده اتكلمنا عليه. واللينك ده لازم يفضل موجود، يعني لازم تبقى في اللينك طبعا عندك علاقات، لان زي ما احنا بنقول احنا بنرجع لللائحه والاستثمار. ما هو ده كان سؤالي، كلمني بقى عن الاستثمار من خلال هذا الاطار، ايه اللي النادي الاهلي بيسعى لتحقيقه، طموحاته فيما يتعلق بالاستثمار في كره القدم والرياضه بشكل عام، خصوصا انها اصبحت صناعه مهمه جدا. لا طبعا، يعني هو الاستثمار احنا برضه عايزين نقول ان احنا اضفنا، يعني ده كان من ضمن الاضافات اللي كانت موجوده، ودي انا شايفها بصراحه تختلف تماما عن اللائحه الاسترشاديه وتختلف عن اي لائحه، ان انت كونت وخلقت باب كامل للاستثمار. يعني احنا كان اللائحه الاسترشاديه اعتقد فيها 2 للاستثمار، قانون الرياضه برضو نفس الفكره. لا انت اشتغلت عملت باب كامل للاستثمار في حوالي 8-9 مواد بيتكلموا على الاستثمار بشكل كبير. انت كان قبل كده دايما في اللائحه الاسترشاديه او قانون الرياضه يقول لك مثلا تعمل شركات ليها علاقه بالخدمات الرياضيه بنسبه كذا، او ممكن ما حددتش النسبه وخلاص، ماده او 2 وخلاص، وبتفتح مثلا الاسهم الباقيه للجماهير او اللي عايز يشارك. انت هنا اولا عملت ليها باب كامل في اللائحه بتاعتك، حددت، ودي شايفها اهم حاجه، حفاظا على هويه النادي الاهلي، ودي يعني اكتر حاجه تهمنا، حفاظا على هويه النادي الاهلي. انت حافظت لنفسك ب 51% ونسبه ال 51% ثابته في اللائحه، يعني 51% دي ثابته في اللائحه بتاعتك، دي اللي بيملكها النادي الاهلي. البعض يقول لك نزلوا ليه من 66 ل 51 كده مش هيبقى نادي الوطنيه وانه مملوك لينا كاعضاء وكجماهير وكده. هقول لحضرتك احنا في الاول طبعا كانت 66، وزي ما تطرقنا للورش والمقترحات كان في ورشه دكتور فاروق العوضي طبعا حضرتك كنت حاضرها وحاضرها يعني قامات كبيره في الاقتصاديين والاستثماريين، وهم يعني من ضمن الحاجات المقترحات قالوا ان الحصه الحاكمه 50+1، الحصه الحاكمه 50+1 وممكن كمان تكون اقل من 50%. ولكن في النهايه تكون الملكه وصناعه القرار لدى النادي الاهلي، فدي احنا محافظين عليها سواء ال 51% او الحصه الحاكمه. ال 51% برضه عشان الناس تبقى مطمنه عمرها ما هتتغير، غير يعني انت بتيجي تنشئ شركه بقى وتبدا شركه لازم هتروح الجمعيه العموميه تاني، فانت مش هتغير ده غير برضه بموافقه الجمعيه العموميه، فانت بتحافظ على هويه النادي الاهلي، ده رقم واحد. رقم 2 ان انت عايز تخلق بقى شكل جديد للاستثمار، تبدا تفتح شركاتك. انت حاطط هنا مش بس ان انت تاسس شركات زي شركه كوره او شركه تسويق او او او، لا انت برضو عامل مستشفيات طبيه، عامل جامعات، جامعه رياضيه، ده كل ذلك الحق هنا في الاستثمار. موضوع الجامعه الرياضيه ده كان مقترح من احد الاساتذه في الشيخ زايد، شفت اعضاء النادي الاهلي وانت اتكلمت معاه وكنت سعيد هي كان موجوده في المقترح، بس هو طورها وطلب انها تتحط في مكان يعني الحقيقه الاعضاء هم اللي صنعوا لائحتهم. طبعا طبعا طبعا، وده فعلا وده اتحط هنا في باب الاستثمار. وكمان اداك هنا الاستثمار بقى الحاجه الجديده ان انت ممكن كمان استاذ شريف تحط انت اسهم او تشارك في شركات اخرى كمان، يعني انت كنادي اهلي مش بس انت بتحط، لا انت ممكن تروح لشركه مثلا رياضيه لنادي مثلا بره مصر عالمي او كده وتخش بشيرز معاه، ده برضو اللائحه او باب الاستثمار بيديك الحق في ده. برضو الحاجه الكويسه ان انت فتحت يعني 51% دي تخص النادي الاهلي، الباقي النسبه انت مدي اولويه للاعضاء النادي،
ان هم اعضاء النادي ان هم يخشوا لهم اسبقيه واولويه ان هم مثلا لو ما تغطيتش ال 49 من الاعضاء هتفتحها للجمهور بشكل عام يعني ليه برضو ده يعني انت هدي اكبر ضمانه انه الاهلاويه مطمئنين على ملكيتهم لناديهم بالظبط يعني. هتفتح للجمهور طبعا في الاخر بس انت بتدي برضو الاولويه للاعضاء 49% طبعا نسبه كبيره فهي مش هتغطى بالكامل الاعضاء فهيبقى في نسبه اخرى للجماهير بس انت بتعمل ده ليه عشان برضو تحافظ على هويتك ان انت في الاخر هتلاقي نفسك ال 66 دي وصل لها بالنادي الاهلي واعضاء يعني فالناس تطمئن من هذه النسب ومن هذه الرؤى خصوصا ان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي هتقرر كل شيء فيما يتعلق بانشاء الشركات مش مجلس الاداره ولا اي جهه منفصله انت برضو احنا كان ممكن نعملها 75 طب في المية ليه ما عملناش 76 76 دي كانت خلاص انت ما ترجعش خالص لاي جمعيه وتاخد قرارك على طول بس انت برضو هي اقتصاديا واستثماريا لو انا عندي مشروع مثلا بمليار لو انا نسبتي 70 ولا 60 مطالب ان انا احط 700 او 600 مليون فانت برضو مش عايز تحط عبء على النادي قوي قوي في النسبه الكبيره دي مثلا شركه كوره او شركه تسويق وفي نفس الوقت تحافظ على هويتك بال 50 زائد 1 اللي هي الملكه في ايدك انت فده اللي كان اللي احنا عايزين نوصل له الحمد لله يعني وصلنا له في اللائحه راضي كل الرضا باشمهندس محمد يعني بعد ما رجعتوا في مجلس الاداره المواد بعد تم تعديلها وبعد ما دفعت ليك ولجنه الصياغه بيها في حاله رضا داخل المجلس الحمد لله يعني المجلس يمكن في حاله رضا كبيره يعني احنا زي ما قلت لحضرتك احنا في اخر اجتماع يمكن لينا رغم انها بتنتقص ربما من بعض صلاحيات كانت ممنوحه للمجلس في اللائحه الاسترشاديه لا ما خالص بالعكس هي حتى يعني في حته الاعضاء مجلس الاداره وفي التشكيل والكلام ده انت يعني كان عندك فعلا مميزات ممكن تكون موجوده قبل كده زي في ابرام العقود مثلا لا خلاص انت ما بقتش في مده لا تتجاوز مده مجلس الاداره زي ما قلت حضرتك في الحاجات اللي هي ليها اسقاط عضويه او كده انت بترجع للجمعيه العموميه الكلام ده كله انت معظم في دور الجمعيه العموميه لجنه التظلمات الخاصه بالاعضاء مفيش حاجه اسمها عقاب عضو داخل وخارج انت لغيت التعيين تماما كل ده جمعيه عموميه وتم اسقاطه التعيين اتلغى مثلا مجلس الانتخاب اتلغى مجلس الانتخاب اتلغى التعيين ده كان جزء مثلا من كان المجلس الاداره اللي جاي هيعمله ان هو يعين اللي هو عايزه لا انت شلت خالص التعيين برده وخليتها هي كلها انتخاب لنا فانت في النهايه الحمد لله في حاله رضا تامه اللي احنا مش ده اللي باصين له احنا باصين الحاله العامه الناس مستريحه للبنود ومستريحه للمواد ولا لا ومصلحه النادي الاهلي فوق كل اعتبار بالظبط يعني بالزبط. المصلحه العليا للنادي احنا شايفينها كجمعيه عموميه في هذه الصياغه وبالتالي مطالبين بان احنا نقول راينا او القول الفصل زي ما قلت في المقدمه بشان هذه اللائحه يعني بالزبط. خصوصا انه زي ما الاستاذ ابراهيم حجازي قال وزي ما المهندس خالد مرتجي قال انه تم ما يشبه التصويت على كل ماده مسبقا دكتور محمد دي حقيقه دي حقيقه يعني انت خدت كل ماده ما يعني احنا كان في ورش فعلا بنقعد يعني فيها بالخمس وست ساعات وتسمع ماده وتسمع وانت عايز ده يعني عايز توصل لافضل شيء ممكن فلازم طبعا يعني هو يمكن اخر مجلس لينا كابتن محمود قال لنا يعني احنا الحمد لله كلنا ما قصرناش في الموضوع ده صحيح عملنا اللي علينا هو مشكورا يعني شكرنا ان احنا عملنا اللي علينا في ان احنا نسمع الناس ونشوف الاراء ونقعد ونعمل في الاخر خلاص انت بتسيب الموضوع على ربنا وعلى اختيار اعضاء النادي طيب انتوا تعبتونا الحقيقه الشهر ونص دول يعني انا مشفق انا شخصيا بنهار يعني بعد 6 اسابيع فعشان كده يعني قلبي عندك ومشفق جدا على كابتن محمود الخطيب يعني الحقيقه يعني الواحد لولا انه يبدو كلامه عنه انه نوع من الاطراء يعني او المجامله او كده هذا الرجل ينتحر بكل ما تحمله الكلمه معنى من اجل رفعه النادي يعني. وفي صمت وبيتحمل الكثير الحقيقه وبيستوعب الجميع وبيسمع الكل الواحد ما بقاش عنده طقطان الحقيقه يتناقش مع شخص ولا اثنين في اليوم والكابتن محمود بيعمل 50 اجتماع وبيستقبل 1000 تليفون ويقف مع الناس وكم شغل وعمل الحقيقه ربنا يكافئه خيرا يعني وكل الساده اعضاء مجلس الاداره على هذا العمل الدؤوب وخليني اقول لك في الختام باشمهندس محمد انه في تقديري انه الجمعيه العموميه انا شخصيا كعضو جمعيه عموميه النادي الاهلي ما عنديش شك في انه الساده الاعضاء والزملاء هيزحفوا صوب الجزيره يوم 28 سبتمبر من اجل التصويت على هذه اللائحه لسبب بسيط جدا او لسببين الحقيقه السبب الاول ان هو ده النادي الاهلي حيثما كانت مصلحه النادي الاهلي تجد اعضاء النادي الاهلي رقم اثنين انه الاعضاء مدركين ان هم عملوا حاجه محترمه جدا ولائحه تليق بنادي القرن وهم اللي صنعوها وبالتالي محتاجين نؤكد العمل بها من خلال التصويت والوصول بنسبه مش 12.5% يعني انا ان شاء الله
عندي ثقة انه هيكون رقم تاريخي يعني. ان شاء الله هي 12000 ونص بس ان شاء الله تعدي. ما انا بقول لك هيبقى رقم تاريخي ان شاء الله يعني. لان النادي الاهلي دايما زي ما قلنا ليه ريادة في كل شيء، فان شاء الله برضو يبقى هو اللي محقق اكبر رقم في ده. وبرضو احنا يعني اخيرا عايزين نقول بس حاجة، انه ان شاء الله اليوم ده برضو يبقى مختلف اكيد عن يوم الانتخابات. الناس تماماً طبعا عانت تماماً في راحة وسعادة وتيسير على كبار السن والشباب والكل، يعني الناس هتسعد باليوم ده. التنفيذية برضو بالعميد محمد مرجان يعني عامل خطة قوية جدا، يعني حتى الدخول من البوابات بشكل يعني بوابات حتى اوسع من البوابات اللي كانت معمولة 4 متر عرضها قبل كده، الانتخابات كانت 2 متر. عامل في بوابتين للخروج، في بوابة للطوارئ. هو طبعا انا عارف هيجي معاك الاسبوع الجاي يشرح العملية كلها برزنتيشن، وهنصور وان شاء الله زملاء في قناة الاهلي الخميس اللي جاي ممكن يطلعوا لايف من هناك ونعمل زي تجربة كده، الناس تدخل ازاي تخرج ازاي ويظهروا للسادة الاعضاء يعني حجم العمل اللي تم يعني. وفي النهاية انا عايز بس يعني اناشد الجميع بقى انه احنا يا جماعة الانتخابات اللي فاتت جت ناس اتفقت على كابتن محمود وناس اختلفت على كابتن محمود، وجت ناس اتفقت على مهندس محمود طاهر وناس اختلفت. ودي سنة الحياة وللجميع اللي كل تقدير والاحترام. اليوم ده لازم كلنا بقى يعني نبقى موجودين، احنا ده مستقبل النادي الاهلي، فاحنا ننزل عشان نتفق على مستقبل النادي الاهلي يعني. وما فيش بقى اشخاص، ده دي لائحه النادي اللي انتوا عملتوها بنفسكم، فلازم تنجحوها ان شاء الله باذن الله عشان يقدر تبقى بدايه انطلاقه لمستقبل صحيح. جديد للنادي. وما يصحش ان النادي الاهلي اكبر نادي يعني في الشرق، كان بلائحه استرشاديه مع كل التقدير له، لان اللائحه دي معموله لانديه صغيره وانديه كبيره وما فيش خصوصيه فيها النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي الان تميز بلائحه يشار اليها بالبنان، فان الاوان ان يحكم النادي الاهلي بلائحه صنعها ابنائه. كل الشكر والتقدير لضيفي الكريم المهندس محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ولحضراتكم ومستمرون معكم ان شاء الله يوم الاحد بقى، لانه الجمعه والسبت اجازه. السبت طبعا عندنا ماتش هورية كوناكري الغيني في دور ربع النهائي. كل الامنيات الطيبه للفريق الاول لكره القدم بفوز مريح ان شاء الله واداء طيب، ونلتقيكم يوم الاحد باذن الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.